يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يضعف حديث ابن عمر بعثت بالسيف بين يدي الساعة مخافة لوم الكافرين، أي أن يقولوا إن الإسلام دين عوف، فهل هذا القول وجيه؟ هذا لأنه هو ضعيف وعقيدته ضعيفة، ويريد أن يضعف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو ضعيف الحديث، الحديث الآخر صحيح، أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والله جل وعلا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ونحن ما نرضي المشركين، نرضي الله سبحانه وتعالى، نرضي الله بإسخاط المشركين وإغضاب المشركين، نتقرب إلى الله بذلك. نعم.